مع اقتراب موسم زرع الذرة يتأهب المزارعون لأجل الاستثمار في هذه الزراعة الاستراتيجية خاصة الذرة العلفية. وبالعودة إلى الوراء، أمر رئيس الجمهورية الديوان الوطني للحبوب بشراء منتوج الذرة من الفلاحين بولاية أدرار على خلفية النداءات المتكررة لمنتجين بضرورة تسويق منتوجاتهم، إلا أن البيروقراطية كانت الجدار الفاصل. اليوم مع توفر الإرادة يراهن المنتجون على رفع سقف الإنتاج، وليتحقق ذلك ينصح خبراء الميدان. ننصح احنا اول شيء بطريقة يعني التنظيف تاع المحيط تاع البيفو ولا المساحة. ثاني شيء ينقوموا بعملية الحرق، يعني منها نحن نستفادوا في الكربون، نحن نقصوا من نسبة الأعشاب الضارة اللي كاينه في الحقل. وثاني شيء مقارنة مع استعمال الأزوت، يعني لو كان ما نحرقوش راح يوقع لنا مشكل بالنسبة لاستعمال الأزوت. ثالث شيء نقوم بعملية سقو لعدة أيام حتى باش نبرد التربة، ما يخفالكش حاليا درجة الحرارة في الصحراء تتعدى 50 ولا درجة، دونك درجة حرارة كبيرة بزاف. احنا لازم درجة حرارة التربة تكون ملائمة باش البذرة ما تموتش، دونك على الأقل لازمنا نبداو نسقيو، نديرو اون بري ريغاسيون سور ان سول نو على تربة ما فيها اي شيء باش يبرد، باش تنبردو التربة باش كي نديرو عملية الغرس تكون ملائمة للبذرة. وثاني شيء لازمنا نسطروا برنامج تسميد يكون ملائم خاصة مع التغيرات المناخية. تطوير الزراعة الاستراتيجية بما فيها زراعة الذرة الصفراء والعلفية سيساهم مستقبلا في خلق أقطاب فلاحية تغنينا عن باخرة الاستيراد، بعدما أن كانت في وقت سابق تفرغ لنا في الموانئ شحنات من الذرة الأجنبية، بينما تتوفر الجزائر وفي قلب جنوب الصحراء على محيطات فلاحية قادرة على إنتاج كمية هائلة من هذه المادة، والبداية مع ولاية أدرار.